رجعنا لكم من جديد ورح نتكلم عن في بعض الحالات انه يكون في تاخير للحمل، ممكن التاخير ذا يكون من اسباب مرضيه وممكن اسباب عرضيه، لكن تختلف الاسباب وتختلف، لكن ممكن في يوم من الايام اذا الوحده راح تستشير الطبيب يكون علاجها بادويه وبطريقه بسيطه جدا. صحيح ايمان، ولكن ما صحت ما يشاع بانه التغذيه لها علاقه او تكون سبب في تاخير الحمل، وما علاقه التغذيه بحمل متوازن وتاثيرها على الجنين؟ هذه المعلومات كلها راح نعرفها مع ضيفنا في الاستديو استشاري نساء وولادة وأطفال أنابيب وعقم دكتور فواز إدريس. يا أهلا وسهلا فيك في سيدتي. أهلا بكم. أهلا بكم المشاهدين. دكتور، هل فعلا في علاقة بين التغذية وبين تأخير الحمل، أو هل هذا أثبت علميا؟ لا يعني شوفي، احنا خلينا نمسك العصايه من النص زي ما نقول، يعني بلاش نقول انه هو مره ما له علاقه، ولا انه في دراسات قويه تقول انه والله سوء التغذيه له علاقه. طبعا احنا بنتكلم على واحده سوء تغذيه كامله، يعني نتكلم على المجاعات والشغلات دي، طبعا هتاثر على صحه الانسان وعلى قدرته على مستوى الحياه العاديه والحمل وغيره. اما يعني انه اكلنا شويه خربان، ناكل همبرجر زياده، ناكل هذا مو كويس لصحتنا، بس ما نقدر نقول له علاقة أو ارتباط مباشر بموضوع والحليب والكالسيوم، وهذا اللي يقول لك اللي ما يشربها من هو صغير ممكن تأثر عليها في الحمل والأشياء هذه. لا مو في الحمل، في العظام مهمة، أنت عارف فترة النمو هذه فترة مهمة للعظام، فشرب الحليب والكالسيوم مهمة جدا برضو. طيب وممكن كمان يقولوا اللي هو الضعف الزايد في جسم المرأة، أو ضعف اللي هو فقر الدم، وكمان اللي هو ضعف التغذية، هل هذا الشيء كمان يأثر ولا لا نفس الحكاية التغذية لموضوع تأخر الإنجاب؟ نعم. لا ما أعتقد، شوفي ما في شيء مثبت بين ارتباط يعني سوء التغذية، وخلينا يعني ما خلاش يعني في اشياء كمان لسه ما هي واضحه، في اشياء ما عمل عليها دراسات كفايه. صح. يعني اديكي مثلا عندنا الرجال، عندنا في السعوديه نسبه تاخر الانجاب بسبب ضعف الحيوانات المنويه وضعف البويضات او ضعف الحيوانات المنويه عفوا من ناحيه حركتها وعددها منتشر بشكل كبير. الان نحن بنجري دراسه جديده لسه ما هي يعني ما انتهت نتائجها، وما اعتقد انها عملت قبل كده في السعوديه، فتفاجئنا صراحه بالارقام. يعني نفسي اقول الرقم بس لسه عشان نموهم ينتهي، بس رقم جدا عالي. فلما تيجي تسالي طب ليش في السعوديه عندنا هذا الشيء، هو لسه ما نعرف هل هو بسبب سوء تغذية، بسبب سمنه، بسبب هذا، لازم ندور ايش عندنا شيء خاص ومختلف. صح. عن بقى هل يعني عشان الكبسات حقتنا والاكل الخربان ولا شيء، ما نعرف لسه. صحيح. طيب هل تاخر الحمل لازم يكون في سبب، او انتم كاطباء لازم تبحثون انه في سبب، ولا ممكن يصير بدون اسباب؟ هو لا طبعا، يعني معظم الاشياء او معظم الحالات فيها لها اسباب، لكن طبعا عندنا في كده صنف او كاتيجوري احنا نسميه تاخر حمل غير معروف السبب. يعني في ناس بالفعل تفحصي تشوفي كل شيء ما تلقي عندهم. صحيح. ما عندهم سبب يفسروا العلم، ولكن برضه هذول الناس تقدر تساعديهم، لانه في النهايه الناس ايش تهمها؟ الانجاب. صحيح. طب من واقع عملك دكتور، مين كان اغلب الناس اللي بيتاخر عندهم الانجاب، سواء الرجل او المراه؟ هم الاثنين، هم زوج واحد صح؟ ايوه أنا بمزح. لا يا دكتور، اكيد يعني في اكيد شيء زياده. نعم. فعلا. أيوة. لا هو شوفي، عندنا مره ثانيه اقول، عندنا في السعوديه في دراسه الان جديده ما انتهت نتائجها، لكن احنا يعني شوفي في العالم كله التقسيمه كالتالي: 40% بسبب الزوجه، 40% بسبب الزوج، و20% عوامل مشتركه. في السعوديه حسب دراستنا اللي لسه ما نشرت بتتكلمي على 70% الرجل، تتكلم عن نسبة عالية جدا جدا. أوف. جدا. واحنا الدراسة هذه مبنية على يعني شفنا أكثر من 5000 حالة اللي طبعا دخلت في الدراسة هذه. لكن إن شاء الله بس تنتشر، بس تخلص الدراسة إن شاء الله حننشر نتائجها بإذن الله. صحيح دكتور، بس في حالات بتكون ما حملت أو الحمل تأخر عندها، ولكن تسكت وتلتزم الصمت ولا تروح عند أطباء ولا حاجة، لأنه لجهلها انه العلم لوين وصل او الطب لوين وصل عندنا في مجتمعنا فتسكت، فهل فعلا بتشوف هذه الحالات في الواقع؟ يعني يا ريت هي على كده، وبعضهم كمان بيروحوا لي يعني سوري يعني ممرخات واشياء. ايوه ايوه. طب ايش هذه الاشياء غلط يعني المفروض؟ لا هو بس عشان يعني اجاوب على الجزء الاول بالضبط. يعني المفروض يعني الانسان بتشوف حالات كذا بتجيك او سمعت عنها؟ شوفي انا اجاوب ده السؤال بطريقه ثانيه، دائما اقول للناس احنا نساعد الناس لما هم يبغوا. يعني ما في شيء اسمه مده زمنيه، نعم احنا نقول سنه عشان السنه في نهايه السنه المفروض 85% من الناس اللي ما عندهم مشاكل يحملوا، فلما تعدي السنه الواحد يبدا يقلق انه انا اقل، لكن احنا ما نساعد الناس بناء على السنه. تبدا تسمع كلام. ايوه. احنا نساعد الناس لما هم يبغوا، يعني في واحد متزوج من شهرين يقول لي اليوم ابغى انجب. وفي واحد متزوج له 20 سنه وما يبغاك تساعديه. ففي النهايه حسب رغبه الناس، لكن احنا نقول للناس لا لكل داء دواء ان شاء الله.
وكثير ناس نقدر نساعدهم، وحتى اللي ما لهم اسباب. يعني بعضهم يرسلوا لي يقول لي طب دكتور انا لي 10 سنين ما انجب، والاطباء يقولوا كل شيء سليم. طيب اوكي كل شيء سليم او ما اكتشفوا السبب، لكن ما زالت المشكله قائمه اللي هو ما في انجاب. صحيح. وهذول الناس احنا نقدر بعد الله سبحانه وتعالى انه نساعدهم انهم يجيبوا اطفال. فيعني ننصح الناس انهم يبحثوا ويدوروا. صح، ولو عندك مشكله واجهها، يعني ليش تسكت عليها؟ طبعا. طب ننتقل لموضوع اللي هو الدايات والمؤرخات اللي بيجيبوهم السيدات عندهم في البيت. الممرخات اللي بيجيبوهم السيدات للبيت عشان مثلا ترجع لها الرحم في مكانه وتظبط لها هذه الاشياء الطبيعيه. خليني اقول عشان تدعي انها بترجع لها الرحم مكانه. ايوه بالضبط. يعني هو فاضي. شوفي يعني اذا بنتكلم من ناحيه، طبعا الجواب المختصر انه ما في حاجه زي كده، بس الجواب العلمي عشان الناس حتى تفهم. الرحم لو كل واحده مسكت بطنها وسوري ونزلت بيدها لين سرتها ونزلت تحت في عظمه تحت هنا عظمه الحوض. الرحم الطبيعي حق الانسانه او الشخص تحت العظمه هذه، فما حد يقدر يرجعها. كيف الممرخه اللي بتمسك لي البطن من عند العظمه دي لين فوق ما تقدر توصل للرحم، وانت رحمك نازل وانت طالع وانت مش عارف ايه؟ وبعدين يلا قديش بيلعبوا على راسه. طبعا يعني خصوصا المراه اللي ما عندها معلومات كافيه عن هذا الشيء حتصدق اي حاجه. بالضبط. هو المشكله اللي متاخرين في الانجاب يعني يتعلقوا بقشه زي ما يقولوا، يعني يبغوا اي شيء يساعدهم. وللاسف في ناس ما هي مضبوطه بس تلجا للمختص، يعني تلجا لهذول ايش حيكون عندها معلومات. يعني انت عارفه حتى بعضهم يقول لك الرحم معدول ومعوج. طب مو هذا طبيعي، احنا عارفين انه الرحم في ناس رحمها كذا وناس رحمها كذا وناس رحمها كذا وناس رحمها كذا. ايوه ما له علاقه وضع الرحم. والتسميات هذه كلها تسميات مجازيه، يعني لما نقول انا رحمي مقلوب. أيوة. طب ايش هو المعدول؟ اذا ده المقلوب ده المعدول وده المقلوب، طب يمكن ده المعدول وده المقلوب. أيوة. هي احنا اي معلومات وخلاص. مو هم اللي حييجوا يضبطوا لكم الموضوع في النهايه، روح للدكتور هو اللي المختص يقول لك ايش اللي قاعد يصير. اللي رحمها مقلوب اللي هو راجع لورا هذا حتى طبيا ما تقدر تجيبيه كده. هو ربنا خالقه جلسته كده عادي، يعني هو عادي زي ما تقولي الواحده خشمها طويل خشمها قصير. انت ما تحتاجي تغيري عشان يتنفس الواحد، خلقه من الله بس ما ما تعيب ما تسوي اي مشكله. ايوه يعني. شكله مو عاجبها ممكن. أيه. لكن ما تقدر تقول انه هو ما يشم او ما يتنفس. صحيح. فالرحم لا تلعبوا فيه. يعني متى مشاكل الرحم اللي نحن يعني نتدخل فيها؟ لما يكون في شيء داخل تجويف الرحم. يعني الرحم هو البيت اللي البيبي بينمو فيه. لو الرحم جوته فيه جدار، جوته لحميه، جوته ليف، جوه تجويف الرحم مو في جدار الرحم الخارجي. التكيسات وذي الاشياء اللي تصير. لا التكيسات دي حاجه ثانيه في المبيض. أيوة. انا اتكلم أيوة. على اختلافات داخل الرحم هذه ممكن تاثر على الاسقاط، لانه الرحم ما له دخل اني ياخر الحمل. بس الرحم لو في جدار او لحميه او ليف. الجدار او اللحميه هذه اللي خلف ولا اللي ما خلفوا؟ هذول اللي يحملوا ويسقطوا. اوكي. فممكن يسبب اسقاط. فالناس اللي عندهم اسقاط متكرر ندور على بعض الاسباب من ضمنها مشاكل الرحم، وهذول الناس اللي يبغى لهم تدخل جراحي لتعديل. صحيح صحيح. الرحم. لكن في كلتا الحالات هي لازم تلجا لمختص. لازم. يعني سيبنا من الناس هذول اللي بيجوا البيت احنا ما نعرف اصلا هم من وين جايين. طيب. صحيح. دكتور في حال السيدة حملت والحمد لله الحمل حقها سليم وكل حاجة، إيش النصائح أو الأسلوب الغذائي اللي ممكن تتبعه الصحيح؟ يعني شوفي الغذاء الصحي السليم والصحيح لازم كلنا نتبعه تمام عشان لا تطلع كروشنا ويصير اشكالنا. لكن هذا الشيء ما ينطبق فقط على الحامل، على كل انسان. هو الحمل محفز موتيفيتر، يعني انا حملت اوكي فرصه اني انا انتبه لنفسي واتغذى واعمل. البيبي حيوصل لكل حاجه. اذا بنتكلم من جواب علمي البيبي حيوصل لكل حاجه. انا مو محتاج اكل شيء معين عشان البيبي، انا باكل صحي وبشرب صحي عشان احافظ على صحتي. صح. وعشان جسمي لا يخرب فتره الحمل. لا في بعض السيدات تقول لك انا اكل فواكه اكثر عشان انا ابغى خدودي تطلع حمراء عشان انا ما ادري ايه، وانا يعني حتى ما افكر في الصحه انا قاعد اكل اثنين انا بجوع الاثنين. ويعني هذه الاشياء اللي دائما يقولون انه كلام فاضي. هل الاكل للام وليس للاطفال؟ الطفل بياخذ كل شيء يبغاه من امه. الام لازم تاكل صحي لنفسها ولصحتها. صحيح. استشاري نساء وولاده واطفال انابيب وعقم دكتور فواز ادريس، دائما انبسط بجيتك والمعلومات اللي دائما تشاركنا فيها، يعطيك الف عافيه. شكرا لكم. مشاهدينا وهنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى انه معلوماتنا كانت مفيده وعجبتكم. بلقاء نتمنى ان احنا نلقاكم غدا في نفس الموعد من 5 ل 7 على روتانا خليجيه.